مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنقوم فيه بتسجيل مجموعة من الصور داخل قاعدة بيانات ماريا دي بي ومن ثم استخلاصها عن طريق API JSON. فالصور التي سنقوم بتسجيلها تتواجد داخل هذا المجلد، وتستطيعون تغيير هذا المجلد بالمجلد الخاص بكم في المثال الذي ستقومون به. للقيام بهذا الأمر وجب تحميل مكتبة fs var fs require fs هكذا، وتقومون ب fs read dir full path ومن ثم function error و list. في المرحلة الأولى نقوم فقط بطبع الليست هكذا وتجربة هذا المثال الصغير. cd قوموا بالدخول إلى المجلد الدرس 23 كما تلاحظون، فالنتيجة فهي الري يحتوي على الصور الموجودة بهذا المجلد، ومن هنا نقوم بقراءة هذه الصور قطعة قطعة. ففور اتش فهو اتيراتور على الأوبجي الري، ففي كل مرة يعطينا أحد الإليمون داخل الجدول ومن ثم يمر إلى الإليمون الثاني. ماذا نريد أن نفعل؟ بعد فتح المجلد وقراءة محتوى هذا المجلد سنقوم ب fs read file full path زائد f، أي أننا نريد قراءة محتوى هاته الملفات، فالصور فالمحتوى فهو بينار ولا يمكن قراءته كما هو الحال بالنسبة للتكست function و وبلوب. في حالة تواجد الأخطاء، في حالة عدم تواجد الأخطاء، في حالة عدم تواجد الأخطاء نطبع الإيرور، أما في حالة عدم تواجد الأخطاء فنطبع البلوب، وهذا الشيء فقط للتجربة كما تلاحظون. فداخل منصة نوت جيس فكل الملفات من نوع بينار يتم التعبير عنها باستخدام البوفر. الآن ما علينا سوى كتابة هذا البلوب إلى طابل داخل ماريا دي بي أو ماي سيكوال. نقوم بخلق كونيكسيون ماي سيكوال كرييت كونيكشن هكذا، و اليوزر فهو الروت، أما الباسورد فهو فارغ، وقاعدة البيانات الداتاباز فهي تيست. وتستطيعون تغيير هذا الشيء لملائمته مع لونفيرونمون الخاص بكم، والهوست فهو لوكال هوست هكذا. نقوم فقط في الأول بتجربة قاعدة البيانات عن طريق select 1+1 و now هكذا function error rows و field. هذا المثال فقط لتجربة قاعدة البيانات حيث سنقوم بحذفه بعد تجربة قاعدة البيانات هكذا ومن ثم إخفاء هذه القطعة. كما تلاحظون فهو يشتغل، في الجواب فهو النتيجة و now الآن as sum as time. كما تلاحظون فالكونيكسيون مع قاعدة البيانات فهي تشتغل بنجاح. الآن ما علينا سوى كتابة هذا البلوب إلى قاعدة البيانات
داخل طابل سنقوم بإنشائها. نقوم ب MySQL user root و p use test. نقوم ب create table image حيث أن هذه الطابل ستحتوي على الـ UUID وهو var char و primary key not null not null. والإيماج فهي long blob هكذا. أظن أن هناك مشكل بسيط في السنتاكس. create table image not null فنول فتكتب ب دوزل وليس الواحدة. هنا يقول أن الطابل فهي موجودة. نعم نقوم بحذفها ب delete عفوا ب drop table image هكذا ومن ثم خلقها من جديد. كما تلاحظون فلقد قمنا بخلق الطابل بنجاح. هنا نقوم ب describe image. describe image تحتوي على حقلين. الحقل الأول كما قلنا فهو UUID والحقل الثاني فهو من نوع blob سيحتوي على البناء الخاص بالصورة فهو هذا البلوب. هنا نقوم بكتابة الكويري insert into image value هكذا و connection query query. هنا وجب تحميل موديل node UUID هكذا لتوليد مفاتيح UUID هكذا. عفوا فإني أستخدم فقط النسخة التجريبية من سوبليم تكست نوت UUID والبلوب والكالباك فهو عبارة عن إيغور وريزولتا. في حالة الإيغور نطبع الإيغور وفي حالة عدم تواجد الإيغور نطبع الريزولتا الذي سيدل على نجاح هذه العملية. نوت فهو الدرس الثالث والعشرون. كما تلاحظون لقد قمنا بكتابة جميع الصور داخل هذا المجلد بقاعدة بيانات ماريا دبي. نقوم ب select UUID from image كما تلاحظون. فلقد قمنا بتسجيل 19 صورة داخل قاعدة بيانات ماريا دبي. لا أقوم ب select الإيماج لأنها بناغ ولن تظهر بطريقة صحيحة داخل قاعدة البيانات. الآن ما علينا سوى استخلاص هذه الصور عن طريق API باستخدام منصة إكسبرس. إكسبرس require إكسبرس هكذا وفار API إكسبرس. نقوم ب API get API JSON وسترسل لنا جميع الـ UUID خاصة بالصور. var query هكذا select UUID from image و connection query query. والنتيجة هي شبيهة بالنتيجة هنا فهي عبارة عن error والروز الذي يحتوي على المعلومات والفيلدز حيث أن الفيلدز يحتوي على الحقول أسماء الحقول. في حالة الإيغور في حالة عدم تواجد إيغور في حالة الإيغور نطبع status إيغور message والإيغور نفسها هكذا. في حالة عدم تواجد الإيغور نطبع message status OK و message فهو rose هكذا. والآن ما علينا سوى القيام بعملية لسن على البور المناسب وطبع الجملة التي تدل على
البور المميز لهذا التطبيق. الآن نستخدم كورل إيز إكسجت جيسون API جيسون. كما تلاحظون فلقد قمنا باستخلاص جميع الـ UUID المميز لي المميز للصور. الآن سنقوم بخلق API أخرى API Image UUID، حيث أننا نقوم بتمرير الـ UUID الخاص بالصورة ونحصل على الصورة داخل البراوزر. كيف سنقوم بهذا الشيء؟ أولا وجب خلق الكويري select image from image هكذا، وتمرير الـ UUID where UUID equal علامة استفهام و var UUID request params UUID، أي أننا نستخلص الـ UUID من البارامتر. نقوم ب connection query query UUID هكذا و function error rows و field كما العادة. في حالة تواجد الأخطاء وفي حالة عدم تواجد الأخطاء، في حالة الأخطاء سأقوم فقط ب copy كولي لربح الوقت. في حالة عدم تواجد الأخطاء نطبع مؤقتا الروز لكي نرى النتيجة هكذا. من الأفضل استخدام كروم لكي تظهر الـ API بطريقة أفضل. local host API json كما تلاحظون هذه هي الـ API الخاصة بالصور. إذا أردنا الصورة فإننا نمرر API image UUID API image و UUID، نختار مثلا هذه الصورة. كما تلاحظون لا نحصل على أي شيء بعد في البراوزر لأننا لم نكتب في الريسبونس، فقط قمنا بكونسول دير للروز. كما تلاحظون فالكونسول دير تطبع النتيجة، فالنتيجة هي عبارة عن طابلو يحتوي على أوبجي والكلي فهي إيماج. لكي تظهر الصورة بطريقة صحيحة في البراوزر وجب القيام برس set header content type لتعريف التايب فهو إيماج JPEG، ونقوم برس end لروز دو زيرو بوان إيماج هكذا. نقوم بالدخول إلى هذا اليوغيل مرة أخرى فنحصل على الصورة كما تلاحظون بنجاح. إذا أردنا مشاهدة صورة أخرى ما علينا سوى إضافة الـ UUID الخاص بتلك الصورة كما تلاحظون، وهو سريع جدا. استخدم REST client فالنتيجة نحصل عليها في 43 ملي سكوند كما تلاحظون، وهي جيدة جدا مقارنة مع حجم الصورة. المشكل المطروح هو إذا أرسلنا UUID غير موجود، لا نحصل على أي شيء في البراوزر والتطبيق ينهار. لماذا ينهار التطبيق؟ لأننا نفترض على أن
كل UUID لها صور متواجدة. لتصحيح هذا الأمر وجب فقط تفقد rows.lent هكذا. إذا كان طول الجدول يساوي صفر فإن الصورة غير موجودة، أما في الحالة الأخرى فإننا نرسل الصورة بطريقة عادية، وهذه أسهل طريقة لتصحيح هذا المشكل. نقوم بمساج status error ومساج image not found. نقوم بسند للمساج ومن ثم إعادة تشغيل هذا البرنامج. كما ترون في حالة تمرير UUID غير موجود فإننا نحصل على مساج يدل على أن الصورة غير موجودة. أما في حالة تمرير UUID valid فإننا نرى الصورة. كما تلاحظون فجميع الصور تشتغل. مرة أخرى فجميع الصور تشتغل بنجاح. مثلا للرفع من كفاءة هذا السيرفر نستطيع استخدام موديل كلاستر الذي تطرقت إليه في الدروس السابقة لخلق الوركر نقوم ب for if cluster is master نقوم بخلق الوركر بعدد المعالجات. وقد تطرقت إلى هذه الأشياء في الدرس الخاص بالموديول كلاستر الذي يرفع من كفاءة التطبيقات المكتوبة بمنصة نوت جي اس. نقوم بكوبي كولي لهذا الكود ونضعه داخل منطق الإلس هكذا. سأضيف فقط إيدونتاسيون بسيطة هكذا. ولما لا الشيء المعروف لتمييز الوركر عن بعضها هكذا. الآن قمنا بخلق أربعة من الوركر وهي تقوم بنفس العمل. الآن سنتفقد كفاءة هذا التطبيق باستخدام أباتش أبي. مثلا 10,000 كونيكسيون و 1,000 كونيكسيون باراليل لنرى كفاءة هذا التطبيق. كما تلاحظون فالكفاءة فهي 1300 صورة في الثانية، وهذا العدد فهو مرتبط بحجم الصورة. مثلا هذه الصورة فهي صغيرة نسبيا، سنحصل على كفاءة أفضل. كما تلاحظون نحصل على 4,000 روكات في الثانية، فهي فقط مرتبطة بحجم الصورة. يمكن استخدام هذه الأبي لإظهار هذه الصور داخل تطبيقات الويب أو تطبيقات الموبايل. تقومون بالدخول إلى هذه الأبي ومن ثم أخذ الـ UUID وإرسال روكيت من هذا النوع بالنسبة لكل أبي لإظهار الصورة الخاصة بها. في هذا المثال
تطرقنا إلى كيفية تخزين الصور داخل قاعدة بيانات ماريا دي بي، ومن ثم استخلاصها باستخدام API JSON و API تقوم بعملية ستريمين للإيماج. كذلك قمنا بإضافة الموديول كلاستر للرفع من كفاءة هذا التطبيق، وذلك عن طريق خلق 4 نسخ صغيرة منه. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح الخاص بتسجيل واستخلاص الصور داخل قاعدة بيانات ماريا دي بي وماي اس كيو ال، وشكرا وإلى اللقاء في درس آخر.